لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ أحبائي مشاهدينا في كل مكان، أحييكم باسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. كثير منا احتفل بعيد القيامة وأسبوع الآلام من قبل، مبتدئين من أحد السعف أو أحد الشعنين، دخول يسوع المسيح إلى أورشليم، دخول بموكب انتصاري وتطهير الهيكل وصنع بعض المعجزات في الهيكل. وشفنا خميس العهد غسل أرجل التلاميذ، وأيضا تناول العشاء الأخير، العشاء الرباني مع التلاميذ، الجمعة الرهيبة أو الجمعة العظيمة اللي تم في أحداث الآلام، الصلب والموت والدفن، وأيضا يوم الأحد قيامة يسوع المسيح، قام من بين الأموات منتصرا وظافرا، وكما يقول الكتاب تعين ابن الله بقوة طبعا القيامة. هذه الأحداث تبعث البهجة في داخلنا، لكن كتير ناس احتفلوا في هذه الأيام، ومنهم يعني في فرح ممزوج بحزن لأنه فقدوا شخص عزيز على قلوبهم. في ناس بيتذكروا الأيام الماضية، وحدة العيلة، بتتذكروا لما كنا منعيد مع بعض ومنجتمع مع بعض، كان العيد له بهجة، كان العيد له فرحة، وكأنه العيد ما إلوش طعم بدون أفراد العائلة. والبعض الآخر بعد الأعياد يصابوا بكآبة شديدة ووحدة صعبة جدا، كانوا بيتمنوا، كانوا بيتوقعوا أمور، شيء معين تحدث معهم، لكن مر العيد وها حياتهم ما تغيرت، وها الحياة ماشية كل يوم بيومه، والظروف عم بتصير من سيء إلى أسوأ، وبتصير الظروف أصعب. إخوتي وأخواتي، إحنا بنتبع يسوع المسيح الحي. كان السؤال: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ فمسيحنا حي، والمسيح اللي أنا بتكلم عنه هو هزم الموت والقبر بقيامته، وصرع كل أهوال الجحيم. المسيح اللي بتكلم عنه مكتوب جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في الصليب، قتل العداوة في الصليب، هزم بمعركة حاسمة الشيطان، وهزم الموت والخوف اللي الناس مرعوبين منه، لأنه مش متأكدين من المستقبل، المستقبل على ما يبدو أنه مجهول، وغير متيقنين أنه عندنا حياة أبدية. فالإنسان بجاهد، عم بحاول بكل طاقاته، بكل بره، بكل تقوى، بكل تدينه أن يصل إلى الله، فبيصل إلى حالة محطم فيها، أنه شو ما بتعمل مش عم بيزبط معاك، وشو عم بتحاول الأمور مش عم بتصير بالتمام كما تريد. أنا عاوز أذكرك إنه المسيح ما تغير. المسيح اللي منتبعه هو مسيح الحي، نسلك بالإيمان لا بالعيان. وبالواقع كل شخص اختبر يسوع المسيح، وكل شخص اختبر غفران وخلاص المسيح، كل يوم بالنسبة إليك عيد، فالصليب يصبح موضوع افتخارنا، والقيامة أصبحت موضوع رجائنا، وبين صعود المسيح ومجيء المسيح في عمل واحد لكل مؤمن، إنه ينشر ملكوت السموات، ملكوت الله على هذه الأرض. نتكلم عن الأخبار المفرحة، الأخبار السارة، إن الله بحبك، وإن الله عنده مخطط لحياتك، وأنه فعلا يسوع هو شخص متميز عجيب فريد من نوعه، لا يقارن مع الأنبياء. الأنبياء ماتوا وقبورهم حتى موجودة حتى يومنا هذا، لكن إحنا منتبع المسيح الحي المتميز. تصور إنه المسيح في كل شيء كان متميز، ولادته كانت ولادة عذراوية، حياته كانت خالية من كل خطية، تمت في يسوع المسيح نبوات كثيرة مش ممكن تتم في أي شخص آخر،
حياة يسوع معجزة أخلاقية. تعاليم يسوع تعاليم فريدة من نوعها أقر بها الجميع، الأعداء والأصدقاء، العلماء والفلاسفة الحكماء، وفهمها أبسط بسطاء مثل الأطفال. ثم معجزات المسيح هي برهان إنه يسوع جاء من السماء، وإنه اتأيد مش بس بالكلام المغير والتعاليم اللي بتشفي، لكن معجزاته الخارقة اللي هي لخير ومنفعة الإنسان. لكن أهم شيء هو التضحية، موته على الصليب وقيامته من بين الأموات. فإحنا على أي مسيح منبحث؟ منبحث على نبي ميت؟ منبحث عن شخص ممكن تشك بأخلاقياته؟ ولا منبحث عن شخص فريد متميز خالي من أي عيب، علام الغيوب، كلمة الله، حي إلى أبد الآبدين؟ عمن تبحث؟ لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ أحبائي، أنا عاوز أشجعك، يسوع حي، هو شايف حياتك وشايف ظروفك وشايف أمورك، شايف ماضيك وعارف مستقبلك. ليه ما بتصمم في هاي اللحظة إنه ما تعتمدش على الظروف الخارجية؟ يمكن الأعياد بتفرحك، لكن العيد الحقيقي لما تتوج يسوع المسيح رب وملك على حياتنا. تعرف إنه لما المسيح بيجي لحياتك بصير علاقة، بصير في شركة حية، بتصلي، الله بيسمع وبيستجيب، الله ببارك حياتك. والأهم في الموضوع إنه بيغفر خطاياك وبيقدم لك خلاص كامل وبيكتب اسمك في سفر الحياة. لو سألتك اليوم، أنت عاوز إنه اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة؟ بتحب تكون متأكد إنه الله أعطاك حياة أبدية؟ اسمع ما يقول الكتاب: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. إذا أنت بتعترف وبتآمن في موت يسوع وقيامة يسوع المسيح بتحصل على الخلاص الكامل. يسوع حي، شايف ظروفك، حاسس بألامك وعاوز يجي لحياتك. اسمح للمسيح اليوم إنه يعترض حياتك، ولما بترفع صوتك وصلواتك الرب فعلا بيتمجد وبيستجيب. اللي بيميز المسيحية عن كل الأديان إنه مش بتدور حول شرائع ولا شوية تقاليد ولا طقوس، تتمحور حول شخص كامل اللي طبق الشريعة في حياته، فحنا نتبع ونتمثل بهذا الشخص العظيم. أنا بصلي من كل قلبي إنه العيد يستمر في حياتك، وإن يسوع يكون ملك على حياتك. وبكل بساطة تستطيع أن تقول: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. صليها، قول: يا رب أنا بتوب اليوم عن كل خطية، أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلص، اصنع هذه المعجزة في حياتي وأنا أدعوك وأقبلك كربي ومخلصي. إذا كنت محتاج لمساعدة اتواصل معنا. وفعلا إذا أنت بتمر في ظروف صعبة، بحب أكد لك أنه في جيش من المصلين رح يرفعوك بالصلاة. يسوع حي، واتأكد أنه حي في حياتك اليوم. الرب يباركك ومنشوفك في المرة القادمة.